مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الملفات الاقتصادية. المواضيع التي سنتناولها في حلقة اليوم: فض الكنيسة والإعلان عن الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي تضع الحكومة الانتقالية في فترة اختبار لسد العجز المالي للحكومة. ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو يقلق واشنطن واقتصادات دول العالم النامية، والمصدر الأمريكي يتكبد الخسائر. عجز مالي تقدر قيمته بما يزيد عن 4 مليارات دولار للحكومة الإسرائيلية يزيد من الضغوطات السياسية لسد العجز، وبالمقابل يزيد من مخاوف المواطنين من فرض ضرائب جديدة عليهم. 15 مليار شاقل، أي ما يقارب 4 مليارات دولار، قيمة العجز المالي للحكومة الإسرائيلية، حال يربك السياسي والمواطن الإسرائيلي على حد سواء، وحل سيضعف من الوضع الاقتصادي للمواطن وخاصة شريحة المستضعفين والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما وسيضعف مكانة السياسيين وهم بأمس الحاجة لدعم المواطنين لانتخابهم في الانتخابات القريبة في سبتمبر أيلول المقبل. إعلان التقليصات في الأعوام ما بين 2020 و2021 نتج عن فض الكنيسة والإعلان عن الانتخابات، فلو لم يتم تقديم موعد الانتخابات كانت وزارة المالية ستجمع بين تقليصات الميزانية لهذه السنوات وخطة الميزانية التي كانت ستقدمها للحكومة في يوليو تموز المقبل. فحال الحكومة اليوم بما يسمى الفترة الانتقالية يحد من قدرتها على تنفيذ الخطوات التي ستتخذها المالية لتقليص الفجوات واتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة فرض ضرائب على الشركات الدولية الضخمة العاملة في إسرائيل مثل شركة جوجل أو فيسبوك، والتي بالإمكان أن تخفض العجز، تتضمن تشريعات غير ممكنة حاليا. لذا فإن فترة ما بعد الانتخابات ستشهد اتخاذ قرارات حاسمة لسد العجز المالي للحكومة، وقد ترافقها احتجاجات اجتماعية على هذه التقليصات التي من المتوقع أن تضرب الوزارات الاجتماعية مثل الصحة والرفاه الاجتماعي والتعليم وغيرها. ولتحليل هذا العجز وهذه النتائج المقلقة في الاقتصاد الإسرائيلي، أرحب بضيفي في الاستوديو: السيد شلومو معوز الخبير في الشؤون الاقتصادية المحلية والعالمية، والسيد جهاد عقل نقابي سابق وكاتب فلسطيني. أهلا بكما. أبدأ معك شلومو معوز. نتحدث دائما أن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد جدا والأمور تسير بالاتجاه الصحيح، ولكن العجز يرتفع يوما بعد يوم. هل كحلون وزير المالية هو المسؤول عن الفشل؟ قضية الفشل يجب تحديدها، ولكن ما تم فعله بفترة كحلون هو إنجاز بعض العدل الاجتماعي للطبقات المسحوقة. المسؤولون عن هذا العجز هم الأقوياء الذين يعيشون في منطقة تل أبيب. إذا ما نحن مطالبون اليوم بإعطاء 5 إلى 6 مليار شيكل لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين وللعاطلين عن العمل، وتخفيض ثمن العقارات والبيوت، نصل إلى هذا العجز. والآن من الذي يصرخ؟ فهو القوي الذي يجب المس به. صحيح أن كحلون بالغ في عطائه، ولكنه للمرة الأولى تسبب بأن الوضع من ناحية التقسيم العادل للموارد هو أكثر عدلا، ورفع الحد الأدنى لأجور جعل وضع الفقراء أفضل. سيد جهاد عقل، أنت تسمع أن كحلون كان صاحب الكرم الحاتمي الذي يوزع أموال الخزينة ويقول: أنا أملك ما يكفي جميع المواطنين والشرائح الاجتماعية. وأنت كنقابي سابق الاستدروت يجب أن تكون يعني مسرورة من هذه السياسة، ولكن نسمع عن نزاع عمل وعن عدم رضا من سياسة كحلون. بدون شك في خلال الفترة التي شغل فيها أو يشغل فيها كحلون وزير المالية كانت هناك تفاهمات، وتفاهمات أدت إلى يعني نتائج إيجابية، لكن يعني علينا أن لا نقول أن القضية هي قضية كحلون.
القضية هي قضية سياسة عامة، ومن يقرر السياسة هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. عندما نقول أن هناك عجز، علينا ألا ننسى أن وزارة الأمن طلبت 800 مليون شيكل خلال الأسبوع الأخير لقضايا خاصة. ما دام السياسة هي تعطي أفضلية لقضية الأمن على حساب القضايا الثانية، بدون شك أن الوضع يؤدي إلى هذه الأزمة. يعني أنا وأنت وأخي شلومو كنا تناولنا متانة الاقتصاد الإسرائيلي قبل حوالي شهر. نعم. يعني إذا كان الحديث عن متانة وعن أن الاقتصاد الإسرائيلي هو المراتب العليا في الاقتصاد العالمي، قضية كيف يمكن أن يكون ذلك؟ قضية العجز يعني غريبة. نعم. يعني بالنسبة للوضع الحالي، بالنسبة لقضية نزاع العمل، نزاع نعم. العمل أتى على قضية وعد من رئيس الحكومة لرئيس الاستدروت بأنه لن يخصم من المتقاعدين المؤمنين في صناديق التقاعد القديمة. تحدث عن ربع مليون من هؤلاء الذين سيخسرون. نعم. عمليا 1000 شيكل. نعم. يعني ما يقارب 300 دولار سنويا. حتى يعني أعطى وعد ولم يترجم هذا الوعد اللي على الأقل خطيا أو يعطي حل واضح. لذلك الاستدوت لم ولن تقف مكتوفة الأيدي، ورئيس الاستدوت على النزاع عمل، وأنا أعتقد هذا حق يعني. نعم. يكون به. شلومو، دعنا نتحدث عن ميزانية وزارة الأمن أو الدفاع. أنت تقول دائما بأن اليوم تكاليف الأمن هي نسبة ضئيلة من مصروفات الحكومة أولا، والسؤال ما هي الحلول المطروحة الآن؟ هل تقليص في الميزانيات للوزارات المختلفة، فرض ضرائب جديدة؟ ضعنا في صورة الوضع. بداية أنا أريد أن أشرح أنني ضد تقليص ميزانيات الوزارات الاجتماعية، لأن هذا سيؤدي إلى خفض مستوى الخدمات الطبية والتعليمية وخدمات السلطات المحلية. هناك طرق أخرى، أنا أستطيع أن أجد 40 إلى 50 مليار شيكل غدا صباحا أستطيع أن أجدهم في الخزينة العامة. علينا أن نقنع الطبقات القوية أن تتنازل بعض الشيء عن وأن يتم رفع الضرائب لها. لا يوجد أي سبب منح إعفاءات للأغنياء. النقطة الثانية، أولئك الذين لا يدفعون الضرائب قانونيا لا يدفعون ضرائب عن دخلهم من العقارات التي يمتلكونها، لماذا حينما يكون لك منزل وتقوم بتأجيره لماذا لا تدفع الضريبة؟ أنا أرجح أن المبلغ الذي يمكن إيجاده من فرض ضريبة على تأجير العقارات للأغنياء يصل إلى 7 مليارات شيكل. 40% من الطبقات المرتفعة تتلقى امتيازات مختلفة على شكل تسهيلات ضريبية. بالنسبة لصناديق التقاعد، الذين يستفيدون من هذه الصناديق هم الأغنياء. أنا أريد أن نلغي الإعفاءات على الأغنياء بدل من فرض ضرائب أو تقليص ميزانيات الوزارات الاجتماعية لكي لا نمس بالطبقات الضعيفة وبالعرب وغيرهم. الأمر الأسهل هو رفع الضرائب، هذا يحتاج فقط إلى توقيع، ولكن لا يجب القيام بهذا. نعم سيد جهاد عقل، أنت تسمع ما يقوله شلومو. يعني هناك حديث عن رفع ضريبة القيمة المضافة أو فرض ضرائب جديدة أو إلغاء تسهيلات على سيارات الهايبريد أو على أمور أخرى، وحتى امتيازات رأينا بالأمس رئيس بلدية عكا يتظاهر ضد هذه القرارات. كيف يكون رد الاستدروت نقابة العمال العامة على هذه الخطوات؟ اولا يعني بالنسبة للي تفضل فيه شلومو، هناك فعلا نقاط او اماكن بالامكان ان
تحل أو تحل الأزمة التي أو العجز الذي يجري الحديث عنه. يعني هناك 1.5 مليار شيكل احتياطي بالإمكان إدخالها للميزانية وهي تقلص عمليا العجز الذي يجري الحديث عنه. قضية نتحدث 15 مليار شيكل، مظبوط، لكن أنا أعطي مثال موضعي موضعي عيني. لكن بالنسبة للقضايا الثانية، يعني كل الخطوات التي نشرت من قبل الوزير كحلون والتي تم تأجيل البحث بها للأسبوع القادم في الحكومة هي عمليا ضربة أو ضربات للشرائح المستضعفة. يعني قضية صناديق الاستقبال هي يعني بروميل قليل في الحل، لكن الحل المركزي هو وضع ضرائب مناسبة لأصحاب المداخيل والأصحاب المليارات في إسرائيل. لو وضعت الضرائب بشكل عادل على هذه الشرائح لا حلت المشكلة. وجميع التقليصات العرضية التي يجري الحديث عنها، يجري الحديث عن رفع أسعار الوقود أو المحروقات، يجري الحديث عن رفع ضريبة القيمة المضافة، يجري الحديث عن رفع الضرائب وغيرها من الأمور التي من سيدفع ثمنها هم الأجيرين العمال يعني بالمحصلة. نعم. شلومو معوز، أسألك، هل العام 2019 هي سنة ضائعة من الناحية الاقتصادية، خاصة أن نحن نذهب لجولة انتخابية للبرلمان الإسرائيلي للمرة الثانية؟ كان يجب بيترونات وخسرونات. خسرون الشيلتون، هناك أمور إيجابية وهناك أمور سلبية. الأمور السلبية أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات فعلية في أي من المجالات وكل الأمور مجمدة، وهذا غير جيد لأنه لا يمكن تحسين وضع الأجهزة المختلفة. ولكن هناك بعض الأمور الإيجابية، حكومة انتقالية وحتى الانتخابات في أيلول وحتى إقامة الحكومة الانتقالية ليس لديها الصلاحية بإخراج الأموال وصرفها، لذلك اليهود المتدينين الذين يعملون قلقون من أنهم لم يتلقوا الأموال، لأنه حتى يتم إنشاء حكومة جديدة فهذا سيتخذ مزيد من الوقت، والأموال التي دفعها للمتدينين هذا عبارة عن تقليص بالميزانيات المحولة لهم. المسؤول الأول والأخير عن هذه الأزمة التي نعيشها الآن هو رئيس الحكومة نتنياهو، لكونه ذهب لجولة انتخابية إضافية ولم يعطي حل آخر. سيد جهاد عقل النقابي السابق والكاتب الفلسطيني، ابقى معي للموضوع الثاني. وشلومو معوز، شكرا لك في هذه المرحلة، وابقى معنا للموضوع الثاني. رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعبر عن قلقه حيال ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو والعملات الأجنبية الأخرى، ومنظمات دولية توافقه الرأي. يتم تداول اليورو والعملات الرئيسة الأخرى بأسعار أقل بكثير من الدولار، مما يضع العملة الأمريكية في وضع غير عادل. بتغريدة جديدة تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هز الأسواق وإعادة التركيز إلى أسواق العملات العالمية. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها ترامب في هز الأسواق بتغريدة واحدة، لكن هذه المرة يختلف الوضع، فقد اتفق معه الجميع تقريبا، ومنهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية. إن قوة العملة المحلية لا تقلق واشنطن وحسب، إنما معظم اقتصادات دول العالم النامية. فعندما تكون العملة المحلية قوية يتكبد المصدرون الخسائر، وهذا لأن المصدر ينتج بضائعه في بلد ما ويبيعه إلى بلد آخر، وهو يدفع أجور العمال وتكلفة المبيعات بالعملة المحلية القوية مقارنة بإيراداته بالعملات الأجنبية الرخيصة والضعيفة. وعندما تنمو العملة المحلية تكون أرباح المصدر ضئيلة. في بلد صغير نسبيا مثل إسرائيل والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، فإن ارتفاع قيمة العملة المحلية يضر بالاقتصاد. ومع ذلك، بخلاف الاقتصادات القائمة على التصدير، يعتمد الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير على الاستهلاك الخاص. وطريقة لزيادة الاستهلاك الخاص وجعل المواطنين يشترون المنتجات هي تسهيلها، أو بعبارة أخرى ارتفاع قيمة العملة المحلية لتحسين القوة الشرائية.
وللتحليل والنقاش في هذا الموضوع الشائك أعود إلى ضيفي في الاستوديو، السيد شلومو معوز الخبير الاقتصادي والسيد جهاد عقل النقابي السابق والكاتب الفلسطيني. أبدأ معك أستاذ جهاد، يعني الرئيس الأمريكي يطرح سياسة جديدة، نهج جديد في العالم لم نعهده سابقا، ما رأيك في كل هذه الأجواء الاقتصادية، العلاقات الدولية التي يعني تنتج عن هذه السياسة؟ برأيي أن الرئيس الأمريكي ما يقوم به عمليا من خطوات غير متوقعة، يؤدي إلى ارتباك عام في العالم، إذا كان ارتباك سياسي وإذا كان ارتباك حتى عسكري وإذا كان ارتباك اقتصادي، يعني كل ما يقوم به من تغريدات وغير ذلك من خطوات تؤدي حتى هذه اللحظة إلى وضع غير مستقر عالميا. يعني كلنا نعيش فترة فيها بلبلة معينة أو تخوف معين، الجميع يتخوف من احتمال أن تكون هناك حرب، الجميع يتخوف من احتمال أن يكون انهيار اقتصادي في العالم. كل هذه الخطوات برأيي أن الرئيس الأمريكي يقوم بها بغير مسؤولية، ولا يوجد هناك طاقم يوقفه، على الأقل يمنع مثل هذا التهور برأيي. يعني شلومو أنت تسمع ما يقوله الأستاذ جهاد، ولكن الدولار يرتفع، الاقتصاد الأمريكي ينتعش، هل هنا يعني تضارب في الآراء في هذا المجال؟ كان بيدخل لتسوق الكلكلي. إذا ما بدأنا في موضوع في الموضوع الاقتصادي، منذ خطة مارشال في نهاية الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة كانت تعطي الدولارات وتدفع للمجتمعات قاطبة، ومن ثم بدأوا بالدفع لليابانيين ومن ثم للأوروبيين، والجميع كان يزدهر، والولايات المتحدة يتراكم فيها العجز. جاء ترامب ويقول أمريكا أولا، أنا أريد إعادة العمل للعمال في الولايات المتحدة، أولئك الذين انتخبوني أنا سأجد لهم أماكن عمل، سأخلق لهم أماكن عمل، سأعيد الحيوية لسوق العمل، وقام بكسر قواعد اللعب مع كندا ومع المكسيك، أبرم اتفاقية تجارية جديدة معهم، ولكن الحرب الكبيرة التي يقودها هي مع الصين الذي سجلت 570 مليار دولار ربح في الميزان التجاري، وهو يطالب الصين من أن تشتري البضاعة من الولايات المتحدة، وقال الأمر ذاته لأوروبا ولليابان. اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن قصفتها الولايات المتحدة بالقنبلة الذرية، هي ترضخ لكل مطالب الولايات المتحدة، واليابانيون سيوقعون على اتفاقية تجارة جديدة. أوروبا تحاول التلاعب مع ترامب، وترامب يقول للأوروبيين جيشي هو الذي يحميكم في الماضي من الاتحاد السوفيتي واليوم من روسيا، وأنتم تقومون بإضعاف اليورو، وهو أمر غير عادل لأن هذا يضر بمصلحة الولايات المتحدة. لذلك فرض بعض الضرائب والجمارك على قطاع السيارات التي تبيعها أوروبا للولايات المتحدة، وهذا ألحق الضرر وسبب أزمة في صناعة السيارات الأوروبية. ترامب رئيس الولايات المتحدة يهتم بمصلحة الولايات المتحدة، وهو يسير بمسار جيد، ربما هو ليس دبلوماسيا ولكنه إيجابي، ممكن ليس بطريقة politically correct. أستاذ جهاد، يعني إذا تحدثنا عن الدول العربية وخاصة دول الخليج وإيران وكل الأمور هاي، نرى أن لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، ونرى أن سياسة ترامب تحدث تغييرات في المنطقة بصورة عامة، ونرى أن العالم العربي ينقسم إلى مؤيد ومعارض لترامب. كيف تقرأ هذه الصراخ في الواقع سياسيا واقتصاديا؟ عمليا سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تتغير، وهي سياسة قائمة بالأساس على يعني المكاسب والمصالح الأمريكية. من يعاني من هذه السياسة؟ شعوب المنطقة، شعوب المنطقة تعاني اقتصاديا وسياسيا. يعني لو أخذنا دول الخليج، لو أخذنا الدول العربية الباقية، لو أخذنا حتى إيران، كلها تعاني من أزمة اقتصادية ومن مستوى معيشة متدني. يعني مصر 90 مليون إنسان، لما بتحكي عن أكثر من 40% يعيشون
يعيشون تحت خط الفقر أو بفقر مدقع، برأيي أن هذا الوضع غير عادي وغير طبيعي. لكن هل هذا بسبب الدولار يعني؟ ليس فقط بسبب الدولار، بل بسبب فرض سياسات أمريكية تتعامل مع الدول العربية وكأنها سوق عبيد لها اقتصاديا. نعم. يعني من الناحية الاقتصادية والسياسية. يعني المصلحة في السعودية وفي الإمارات وغيرها هي ضرب اليمن. ضرب اليمن هو بيع أسلحة وتكاليف للاقتصاد السعودي والإماراتي وغيره. نعم. قضية البعبع بين قوسين الإيراني هو عمليا أيضا يؤدي إلى خدمة السياسة. نعم. الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. شلومو، يعني عندما يرتفع الدولار معنى ذلك أن الاقتصاد الأمريكي منتعش، ولكن هذا يضر بالمصدرين. كيف يمكن أن نأكل الكعكة ونبقيها كاملة؟ يعني من ناحية واحدة ندعم الصادرات الأمريكية، ولكن لا نصل إلى وضع أن المصدر يتضرر. صحيح، ولكن إذا ما نظرنا إلى التاريخ الأمريكي من المثير أنه في كل مرة في طرف النهضة الصناعية الولايات المتحدة دائما تسبق العالم، هي تبيع لكل العالم، تبيع للعالم التكنولوجيا وكل الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا عالية الجودة. الصينيون يشترونها من الولايات المتحدة، كل الشركات الكبيرة، جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأمازون، كل هذه الشركات واي بي ام كلها وشركات اخرى كلها شركات امريكيه. لذلك هذا يعني ان الامريكيين في كل مره يبداون في مجال من السيارات والطائرات والادويه والفضاء في من ناحيه القيمه المضافه الجانب الامريكي، ودائما الاول، لان هناك فكر في الولايات المتحده وابتكار في الولايات المتحده. على النقيض هناك مصر، احدى مشاكل وقضايا مصر ان عدد السكان فيها تضاعف بكثير بسبب نسبة الولادة المرتفعة، وحينما يكون هذا هو الوضع لا توجد هناك موارد كافية لمواجهة هذه الزيادة الديمغرافية. وحينما كانت أسعار النفط مرتفعة، السعودية كانت يمكن أن تكون كريمة وتدفع الأموال للدول، ولكن الولايات المتحدة اليوم تصدر للعالم، هي غير متعلقة بالشرق الأوسط. أسعار النفط تراجعت، وبدأت دول النفط تفرض الضرائب كالسعودية والبحرين وغيرها. لذلك هذه الدول عليها أن تعيد حساباتها، وأحد الوسائل هو خفض نسبة الولادة. الولايات المتحدة غير مسؤولة عن نسبة الولادة في مصر. كيف يمكن أن نربط بين الدولار والدول النامية كما تحدثنا في العنوان، يعني خاصة الدول العربية التي تتواجد حولنا؟ واضح أن ارتفاع قيمة الدولار تؤدي بدون شك إلى ضرر، لأنه هذه الدول تعتمد على استيراد أكثر من إنتاج. نعم. من ناحية وكونها مستهلكة أكثر منها كمنتجة، وكونها مستهلكة، وكونها الولايات المتحدة هي في المكان الأول كما تحدث شلومو، إذن هي تحتاج إلى المنتجات الأمريكية وكل ما تصدره الولايات المتحدة، وعمليا هي تدفع هذه التكاليف، يؤدي هذا الوضع إلى تعميق الأزمة في هذه الدول. لكن يعني القضية بالنسبة لمصر أو للسعودية أو لغيرها هي ليست قضية الولادة. يعني احنا شفنا أول ما استلم ترامب كيف أعطى إملاءات للسعودية، بدكم حماية عسكرية، بدي أنا أموال، عمليا ابتزاز، عمليا هو فرض أو حط معادلة هي بمفهوم المعادلة الاقتصادية اللي بيحاول يفرضها على العالم. شلومو، يعني سؤال مهني، هل يمكن للرئيس الأمريكي لحل أزمة الدولار ولدعم المصدر الأمريكي أن يتوجه إلى الأوروبيين أو إلى دول أخرى في جنوب شرقي آسيا ويقول لهم عليكم أن ترفعوا من قيمة العملة الأجنبية، أو يعني أمور أخرى في مجال حرب العملات؟ أجيب له زخريم
ربما الناس لا تتذكر كانت هناك قمة بلازا في فندق بلازا في نيويورك في العام 1985. كل الدول الغنية والقوية قررت أن تقلص قيمة الدولار، خفض الدولار. الدول العالم تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن ترامب يواجه معارضة. الصينيون قاموا بخفض اليوان عملتهم ب7%. ميركل ليست صديقة ترامب، هي معنية بأن تسيطر على أوروبا عبر صادراتها وبالوسائل الاقتصادية الأخرى. ألمانيا هي التي تسيطر على أوروبا، وروسيا غير مهمة لأن روسيا ليست لاعب اقتصادي. الدول العربية التي ذكرناها قد من الأفضل عليها أن تحسن علاقاتها مع إسرائيل، لأن هناك دولتان تزدهر في العالم، هذه الولايات المتحدة وإسرائيل. أيضا ألمانيا تعاني من مشاكل، وأستراليا تعاني من مشاكل اقتصادية، والصين كذلك. الأمر عليك أن تقوم بالأعمال مع الدول المزدهرة. شيق وواسع، يعني يمكن أن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع. السيد جهاد عقل النقابي السابق والكاتب الفلسطيني، شكرا جزيلا. السيد شلومو معوز، كما دائما أشكرك على هذا التحليل، المحلل الاقتصادي المحلي والعالمي. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من الملفات الاقتصادية. ألقاكم في حلقة جديدة مع ملفات جديدة. إلى اللقاء.